محمد ده مصطفى، اعتقد احنا دخلنا في جزء من التاريخ بالمشاهد طبعا التاريخيه اللي احنا شايفينها دي. طبعا زي ما قال فكرة أباظة، من شيوخك اكتسبنا مجدنا. اول اجتماعات التمهيد لتاسيس النادي الاهلي كانت في بيت ميتشل انس، وبعدين كانت في غرف في مكتبه في وزاره الماليه. وبعدين النادي الاهلي متفرد خلاص. الاستاذ سعيد اتكلم عن هذا السبق التاريخي، انا هتكلم عن حاجه مختلفه شويه. طيب النادي الاهلي يديره مجلس اداره. لما تيجي تدخل مجلس اداره بيشرع، تمام، اللي بيدير النادي مين؟ مدير عام النادي. مظبوط. النادي الاهلي اعتقد النادي الوحيد في مصر اللي ما فيهوش مكتب رئيس نادي، ودي ظاهره يتفرد بها النادي الاهلي، لان النادي الاهلي يديره مجلس اداره ولا يديره شخص رئيس النادي. وده شيء عمل انفرد به الاهلي منذ تاسيسه وحتى اليوم، واعتقد هيستمر على طول. عمل مؤسسي ومشاهد تاريخيه بصراحه. قال على المستوى الشخصي سعيد الحظ ان انا موجود في لحظه تاريخيه زي دي، النادي الاهلي اول نادي رياضي بيعمل اجتماع فيديو كونفرنس مع كل اعضاء مجلس الاداره لمتابعه الملفات الهامه خلال الفتره اللي جايه، بس في نفس الوقت تنفيذا للتدابير الاحترازيه وتوجهات الدوله والحكومه، فيديو اونلاين وتواصل مباشر بين الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره مع كل اعضاء المجلس لمتابعه ملفات النادي، وبالتاكيد في ملفات كثيره جدا محتاجه يتم الانجاز فيها بالنسبه للمرحله اللي جايه.